طيب كل الستات بقى يركزوا جدا جدا في الفقرة دي لانهم هينبسطوا جدا جدا لانهم عندهم المشاكل اللي يعني ما بتخلص. بالنسبة للشعر مفيش ست فينا عندها شعر صحي سليم، يعني كل الستات شعرها اتقصف، معرفش من المية الحقيقة ولا من التغذية، احنا بنتغذى غلط ولا ايه، ولا هم كل الحاجات. عندنا مشكلة في الهيشان، عندنا مشكلة في انه مش صحي وما بيلمعش، عندنا مشكلة في انه بيقع بطوله، تقول لك انا بنام اصحب احط المشط فيها الاقيه يقع بطوله. عندنا مشكلة بقى اللي في سني كمان اللي عندهم شوية امراض كده مزمنة يعني حلوين. فعلا احنا ابتدينا، انا لسه بقول لضيفتي اللي معايا انا شعري ابتدى يبقى خلاص انا هبقى قرعة. انا مقصرة طبعا جدا زي ما حضراتكم مقصرين، بس يعني تاج الست حقيقي شعرها. لو شعرك صحي وشكله حلو تصحي من النوم كده تسرحيه وتلميه، والله العظيم الوش بيحلو لو الشعر متظبط مش متقصف واشعث اخبر زي حالاتنا كلنا. علاوة على ان الحقيقه كمان بقت ولادنا كمان، لان ولادنا بيروحوا ينزلوا حمام السباحه، بيروحوا المصيف فالشعر فالشمس والميه المالحه كل ده بيدمر الشعر وما بنحافظش عليه. فيعني احنا مقصرين في حق نفسنا كستات وفي حق بناتنا لان ما عندهمش خبره ازاي اعتني بشعري واهتم بيه. طيب هل انا بقى هفضل اتكلم مثلا كده ومن غير ما الاقي حلول؟ لا، الحلول موجوده. على ايد مين بقى؟ على ايد الاستاذه الدكتوره نجلاء سرحان، دكتوراه في التغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه من اكاديميه السادات، ودبلومه التجميل والليزر، ومدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. يا دكتور شرفتيني وانستيني وانقذينا. انت قلتي كل حاجه. الحقيقه الحقيقه ابوس ايدك. مفيش ست، انا لسه بقول لك ايه، بقول لك الباروكه يعني مع السن مع الحقيقه عدم اهتمامي. 90% من بناتنا وستاتنا محجبات، فطول النهار في شغلها بتاع الحجاب كاتم مع شعرها فالشعر بيقع. بس ما فيش مانع من الحجاب وما فيش مانع من الباروك. بس اهم حاجه اعتني بشعري واعمل الروتين الصح. الروتين الصح، الروتين الصح، جينا بقى ان انا اهتم بشعري كويس جدا تحت، اذا كنت بلبس اكستنشن باروكه اي حاجه مغطيه شعري بالحجاب الكلام ده كله، المفروض الطبيعي ان الحاجات دي مش بتوقع الشعر، هو العكس بقى اللي احنا بنعمله في شعرنا من اهمالنا فيه هو اللي بيوقع بقى. يعني لو بهتم تحت الباروكه شعري هيطول ويتقل ومفيش مشكله، ولما محتاجه هلاقيه. طب انا نفسي في حاجه. نعم. موضوع فرد الشعر، انا نفسي كده اصحى من النوم جوزي يبص لي ينشرح، ما يصحاش من النوم يلاقي يعني سلام قال من رب رحيم. مشكله فرد الشعر دي برضو مشكله، لان ساعات في ناس بتروح تعمل فرد شعر في اماكن يعني. بصي فرد الشعر ناس كتير قوي 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 بتتجه لان هي ساعات تلبس الباروك تداري شعرها اذا كان مجعد او حاجه، او اذا كان مثلا في عيوب معينه، او اذا كان في هايش او مقصف. لا انا محتاجه بقى الغي الكلام ده كله، محتاجه بقى ان انا اظهر شعري الطبيعي. طب اظهره ازاي؟ الشعر المجعد ساعات بيبقى جيناتيك او ساعات احنا اللي بنعمله في نفسنا. يعني ايه؟ يعني انا مولوده ده بسبب الوراثه ان انا شعري مثلا مجعد، او ان انا بقى بعمل سشوار كتير، مكوى كتير، بغسله كتير، بصبغ كتير، بعمل فرد بمواد كيميائيه كتير قوي، سوء التغذيه، كل ده بيخلي الشعريه تجف وتبقى هايشه معايا وناشفه ومجعده. مش تلاحظي كده تقولي كان شعري وانا صغيره كان حلو قوي ولما كبرت بقى مجعد؟ مش هي اللي بتقول، انا اللي بقول. كله بيقول، كلنا بنقول كده. ليه الشعر بيتغير؟ بالظبط الشعر بيتغير. طيب انا حافظ بقى على شعري ازاي، وان انا ابدا ان احنا نفرد الشعر من غير ما نفقده ازاي؟ بصي احنا المعادله دي كانت صعبه بالنسبه لنا، وخصوصا ان كل المنتجات اللي موجوده في السوق فيها فورمالين. فورمالين أيوة. اللي بيدمر الشعر. أيوة. بيقضي على بصيله الشعر. عايز اقول لك ان الفورمالين كارثه، يعني كارثه فعلا للشعر، دمار لفروه الراس وبيعمل فراغات في الشعر بعد كده، ما الشعرية بتقع بطول. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا بفرد الفورمالين ما بيفردش، الناس فاهمه ده. امال ايه؟ الفورمالين ماده حفظ بحفظ بيها البروتين والكيراتين مده اطول في الشعرايه، فتفضل الشعرايه مشدوده قوي كده. الشعرايه لما تتشد كده بتتكسر، بتكسر الروابط بتاعتها، فما تكسر الروابط بتاعتها الشعرايه تبدا تقع. ايوه من الجذور. طب ما بتاخدش الغذاء، ما بتبدا تتدمر، انت عماله بتهدي في حاجه. طب بالفورمالين الهديه اللي جايبها لي، الروتين الهديه اللي انت احنا بدانا نعمل ايه؟ قلنا هنشتغل على بروتين يكون طبي مصرح من وزاره الصحه المصريه، ما فيهوش يعني ثانيه عشان معلش، لا دي معلومه مهمه جدا. بروتين طبي، البروتين اللي حضرتك هتكلمينا عنه النهارده العلاجي، بروتين علاجي فرد وترميم مصرح من وزاره الصحه المصريه، هو معانا على الشاشه واخد شهاده الايزو على الجوده، جوده التصنيع نفسها ما شاء الله. طيب اهو
يعني هو معانا على الشاشه الناس شايفينه دلوقتي بالظبط، وشهاده الايزو اهي كمان معانا على الشاشه الناس شايفينها 9000 واحد على الجوده، والاهم كمان ان ارقام التليفونات معانا على الشاشه الناس شايفينها. أيوة. فالناس يصوروها بقى، والاهم من كده لينا مكان كمان، فاحنا مش بس بنبيع اونلاين، احنا لينا كمان مكان كمان. يعني انا اقدر اجي لك المكان؟ اه طبعا تقدري. لا ثانيه واحده، اي المكان دلوقتي انا حتى لو اشتريت ده هروح لحد يعمله لي. اه طب انا اقدر هل اجي عند حضرتك المكان تقدري تيجي تعملي اه طبعا تيجي تقدري تعملي، المتخصصين موجودين هناك بيعملوا الفرد الشعر بالطريقه الصحيه. طب السليمه. كلميني من فضلك اكتر بقى عنه، انا واني عرفت ان هو مصرح. طيب. من وزاره الصحه، يعني بقى. وزاره الصحه موافقه عليه، واخد شهاده ايزو، يعني جوده مش بس مصرح، لا ده يعني شديد الجوده ومعاه شهاده احنا شفناها دلوقتي. البروتين والكيراتين هما اللي بيفردوا الشعر. احنا بدانا نحط بروتين والاهم من كده ان هو مش زي المنتجات البري، يعني بروتين بس، كيراتين بس، كولاجين بس، واقول لك الكولاجين فيلر، لا ما فيش حاجه اسمها فيلر ولا بوتوكس، في حاجه اسمها بروتين وكيراتين اه، وفي هايلورونيك اسيد، في كولاجين، في الحاجات دي كلها. احنا جمعنا كل الحاجات دي وحطيناها في منتج واحد، بروتين، كيراتين، كولاجين، احماض امينيه، فيتامين، زبده شيا، زيوت طبيعيه بتساعد على ترميم الشعرايه، يعني انا بفرد ورمم وعالج الشعر. تمام. فعشان كده بتلاقي الشعرايه قويه جدا، كل ده في واحد. طب ثانيه واحده، حد كده ألفوني دلوقتي، طب انا اعرف منين ان ما فيهوش فورمالين؟ اعرف منين ان هو ما فيهوش فورمالين؟ ممكن افتح واوريكي دلوقتي. طب بالإزازة. انا ممكن افتح عالم المحاكي. طيب بصي، اولا في ناس كتيره واحنا بنتكلم كده بتقول لك اصل هو بيدخن ففي فورمالين. اه هو بيدخن ففي فورمالين؟ لا، الدخان ده، الدخان ممكن يبقى من الزيوت. بالظبط. يعني لو انا شعري حاطه شعري زيت وعملت استشوار او حاجه بالظبط هيلاقي في دخان. بعمل شعري عند الكوافير عادي خالص، ففجاه بلاقي ان الـ ان الـ ان الشعر بتاعي بيدخن، فبيقول لي انت دهنه شعرك زيت او عامله شعرك حاجه. بصي معايا ده البروتين اهو، لو هنقرب هتلاقيه مكتوب عليه زيرو فورمالين. ايوه دي العبوه اهي، معلش. واللي مكتوب ده مش كلام يا جماعه، لا لا. اللي مكتوب ده في تصديق من وزاره الصحه. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي ده البروتين اهو، انا هفضل معاكي لاخر الحلقه بيه، انا مصممه اعمل ده البروتين اهو. تحطيه على جلدك؟ ايوه طبعا على جلدي، مش اي مشكله لانه مواد طبيعيه. لو فورمالين هيحمر ويظهر وايدك هتورم وهحرش وهتهرش وكل حاجه. هحرش واعمل حاجات كتيره. اه هنفضل مخليينه شويه؟ لا ده انا هوريكي بقى حاجه حلوه قوي بعد ما نخليه شويه، هوريكي الفرق ما بين الايد دي والايد. تمام. دي في النعومه والشكل. بصي بصي النضاره، هتلاقي الشعرايه نفسها هي فيها الاضاءه مش موضحه، فيها لمعه، معرفش بس هي أوه. عموما هتلاقي فيه لمعه حلوه قوي في الـ في الـ في الجلد نفسه، ده اللي بيحصل في الشعر. انا بفرد ورمم الشعر، يبقى انا عندي البروتين بيغذي الشعر، بيفرد الشعر، بيرمم الشعر. طيب البروتين والكولاجين والاحماض الامينيه اللي بتساعدني على فرد الشعر وترميمه واعاده بناء الشعرايه تاني من جديد، وعندي الفيتامين اي وايه المهمين جدا لفروه الراس. طيب جدا. أنا والزيوت الطبيعيه. طب عندي سؤال. طيب عشان قلته في الاول برضو، انا عايزه اعرف انا الجلسات دي النتيجه الله اكبر النتيجه هتبان بعد قد ايه، بعد كام جلسه؟ أكبر. دي حاجه. والسؤال الثاني، ما انا هاجي وانا عندي بنتي، يعني في يعني البنات من سن 7-8 سنين نفسية. انا بنتي نفسيتها مدمره والله، بنتي وهي صغيره كانت فصل تقول لي انا عايزه شعري ينزل كده زي زينه. وهي حاطه شعرها اهي فهتطلع لفوق. هي متخيل ان لو قصته هينزل ده حقيقي. فهل هو امن للاطفال؟ امن للاطفال من سن 6 سنين. انا بقول يا جماعه من سن 6 سنين ليه؟ هو قبل كده امن وكل حاجه، بس سن 6 سنين تكون اديتي وقتك للطفله تشوفي شعرها بقى شكله ايه. اه يعني انا خلاص شعري ثابت على كده، خلاص بقى كيرلي او مجعد او خشن او هايش، ابدا ان انا افرد عادي من سن 6 سنين. طب ما قبل 6 سنين استخدم باقي المجموعه الافتر كير اللي موجوده اللي فيها هير ماسك، ما لسه بقى هكمل لك المجموعه. آه. المجموعه بقى الوحيده اللي موجوده ما شفتش الله. مجموعه فيها، بصي الشعر عامل ازاي، بصي الصبغه، لا وخدتي بالك من الصبغه ان هو مصبوغ اصلا اوريدي واللون هو هو ما تغيرش اللون. لا انا قصدي تحس انه في كانه لمعة. حرير كده لمعه كده والله العظيم. بصي الشعر دي هي دي. اه ده من داخل مركز اورجانيك. بصي الشعر عامل ازاي، الشعرايه قويه. تعالي بقى انا قلت لك تعالي. بصي الشعر، البنوته دي بقى قالت لي ايه يا استاذه نشوى؟ قالت لي انا شعري بقى عامل زي البنات اللي بيطلعوا في التلفزيون. اه والله في الاعلانات. والله العظيم كانه اعلان. بصي الشعر بيفور اند افتر، الشعرايه هيشه. لا انا اصلا كمان انا جيت لك المركز، هو ده المركز بتاعي. أيوة. يعني عارفه لو مكان تاني بصي هقول لك لا ده نفس المركز بتاعك هو. ودي بنوته خلي بالك، بصي بنات دول
البنات نفسيتها اتغيرت 180 درجه. يعني بعد اللي ما كانش عايز يروح المدرسه بقى عايز يروح المدرسه عشان يوري اصحابه شعره، اللي مش عايز مش عارفه ايه ايه يعني. انا كأم اريح بالنسبه لي. بصي بقى البنتين دول عايزه اوريكي بقى، بصي دول بنتين، دول ولاد عم جولي. بصي الشعر، الشعر عامل ازاي. بصي البنوته الثانيه دي بنوته، ده يعني شعر ده صعب. اقول لك ايه يعني، بصي بقى البنوته الثانيه اللي بعدها على طول، بصي الشعر كان جاف ازاي. ده جزء كان بنبدا نفرده بالبروتين والجزء الثاني بروتين اورجانيك. ثانيه واحده، بصي بقى البنوته النتيجة اللي جايه دي بعد كام جلسه؟ انا هقول لك اهو النتيجه دي، واحنا في نفس الجلسه في شعور بتاعه. يعني ما كانوش جم قبل كده؟ لا 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 خالص، دي اول مره. دي بقى البنوته الثانيه، بصي شعرها غير الثانيه الاولانيه. يعني الثانيه لا دمار، كان الاولاني دمار قوي شامل. اه ده يعني انا بوريكي انواع الشعر. بصي بقى ما شاء الله ما شاء الله، واقفين جنب بعض. انت عارفه المركز والتقسيمه. أيوة. المركز ما هي اهو، ما هو ده. ايوه بصي اهو، والبروتين اهو. لا اللي معانا بتاعت الشعر، وتحس ان الشعر كانك دهنيه. طبيعي طبيعي الشعر، تحس انه ناعم طبيعي. اسم الله. ايوه اسم الله عليهم. وبيتقل على فكره سمك الشعرايه بيزيد. بصي دي بنوته برضو يا روحي، بيفور اند افتر. عايزه اقول لك ان الشعر ما شاء الله بيلاقي قوه، الحمد لله رب العالمين، مفيش تساقط، وده مهم جدا علشان المواد اللي فيه مواد كلها طبيعيه. احنا ما بنشتغلش على الشعر باي مواد تضره، احنا بنشتغل وبنرمم. عايزه اقول لك ان انت بقى باقي المجموعه في هير ماسك، وفي شامبو خاص اصلا بالبروتين، وده مش موجود في اي حاجه ثانيه. يعني في روتين استخدمه بعد. ايوه انا بديك المجموعه كامله. أيوة. المجموعه دي فيها اربعه ايتم، المفروض فيها 200 مللي بروتين، فيها 200 مللي شامبو، فيها 200 مللي هير ماسك، فيها 100 مللي سيرم. الحاجات دي كلها مخصصه للي عامل شعره بروتين. يعني انت بتديهم لي وانا مروحه وبتقولي لي استخدم الحاجات دي ازاي؟ بتستخدمي في غسيل الشعر. بالظبط، غسيل الشعر، الشامبو، لانه فيه مكونات البروتين. عايزه اقول لك الهير ماسك وانت بتعمليه كانك بتعملي جلسه ترميم تاني من جديد لشعرك، فبتفضل الشعرايه ناعمه. احنا بيجي لنا حالات هبقى اوريها لك في الحلقات اللي جايه، الجذور اللي طالعه ناعمه، يعني الجذور اللي طالعه بقت احسن، متحسنه اكتر من الاول. وسؤال انا بتساله كتير قوي، هو انا لما افرد هيفضل شعري كده على طول؟ ما انا السؤال والله العظيم كانت على لساني. يعني بتقول لك طب الجمال ده هيقعد معايا كام اسبوع؟ كل ما الروتس، لا بيقعد من 9 شهور لسنه، وكل ما الروتس الجديده تطلع هي اللي بتيجي تعملها. بس بقى يا ست من 9 شهور لسنه؟ من 9 شهور لسنه. يعني انا لو جيت دلوقتي هيقضي معايا، لو بنوتي هيقضي معايا الدراسه، يعني الدراسه. أيوة. شهر 10. ايوه يقعد معاكي سنه الصبح من غير ما 13 سنه سنه تقعدي. ده انا جالي امهات دراعاتهم وجعتهم يا عيني من كتر. انا عايزه اقول لك ان في ناس بتتحول، عشان دي نصيحه. بلاش تسيبي بنتك من غير ما تسرحي شعرها. احنا بيجي لنا شعور اسمها خشابي. ايوه الشعر لف على بعضه بقى كتلة خشب من كتر ما بتسرحوا، لانها مش قادره فبتكسل، فبتقوم لما على بعضه، وده يعني الله يكون في عونهم، فبيحصل الشعر بيبقى خشابي. عايزه اقول لك ان الشعور ما شاء الله بتبقى تحفه بعد كده، بس انا اهتم بيه بقى، يعني روتين عنايه، غذي الشعر بتاعي. ما ينفعش ان انا طول الوقت انا مش هعمله واقعد سنه ما التزمش باللي انت هتقوليه. طبعا برضو. وبعدين انا بحسن بقى اللي طالع، يعني اللي طالع بيتحسن، فبتيجي تعملي الروتس بس. الروتس اللي طالعه جديد. سؤال تاني، يعني انا هدينا الاطفال اهو، البنات صغيرين حقهم تلت ومتلت. لا اطفال وكبار. وكبار طبعا. لا انا في كمان مشكله بتواجه الكبار اكتر، تساقط الشعر. ده كتير، ده احنا جاي لنا ناس من 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 الفرد الكتير اللي بيعملوه بره، ومن العمليات اللي بيقوموا بيها في الشعر، والصبغات والسشوار والحاجات الكتير، ونزول البحر كتير، والحاجات بقى الشمس ويك بقى الشعر بينزل، او سوء التغذيه. او عايزه اقول لك ان الشعر انا سهل جدا ان انا استخدم معاه مجموعه التساقط. احنا عملنا برضو، اشتغلنا على الحته دي، مجموعه التساقط كامله للشعر دي، هايله جدا، فيها كل المكونات الطبيعيه، الاكستراكت اللي هي الطبيعيه، الخلاصات الطبيعيه دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اللي هي الثانيه دي. بالظبط، اللي هي السيلفر دي. يعني شيليها بايدك حلوه دي. دي مجموعه التساقط. انا شايفه ثلاث حاجات. احنا عندنا شامبو وعندنا لوشن. اللوشن ده عايزه اقول لك كله مجموعات، زي ما بقول لك انا ما بحطش بس كافيين بس، بحط الجينسنج بس. لا احنا حاطين قهوه خضراء مضاده اكسده عشان الشيب الشعر الابيض. أيوة. ما يشيبش الشعر بسرعه. طيب عندنا حاطين ايه كمان؟ حاطين كافيين. كافيين اصلا مسرع من نمو الشعر طبيعي. أيوة. سبحان الله. عندنا جينسنج بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، عندنا زيوت طبيعيه موجوده فيه، عندنا كمان السوبالميتو اللي بيكافح هرمون الدي اتش تي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصي الشعر فروه راس. دي الامهات اللي المفروض ان هي بتشد ولادها لورا، فالشعر بينحل. خلي بالك حبيبي. ايوه عايزه اقول لك من الشعر عشان بيبقى مجعد او ناعم، في ناس بتشد الشعر لورا او كحكه لورا او ديل حصان، ده بيؤدي للفراغات دي، او ان هو يبقى عنده صلع وراثي او تساقط وراثي. ده كمان يجي المجموعه ديت، بيجي ان هو بيستلمها او بيستلمها عن طريق التليفونات، او بيجي المركز هناك يستلمها. طب دكتور سؤال بقى اخير، هو فاضل دقيقه بس ارجوك، السؤال ده مهم جدا. طب احنا في السن ده، انا شخصيا بزبغ لان شعري بيبيض،
هل ينفع استخدم الروتينات دي مع شعري المسبوق؟ بالظبط، ينفع تستخدمي عادي البروتين، ما فيش اي مشكله. ينفع تستخدمي مجموعه التساقط معاه، ان انت لو عندك تساقط تقدري ان انت تستخدمي مجموعه التساقط عادي، الاثنين مع بعض، الاثنين بيمشوا مع بعض وبيعملوا نتائج هايله جدا. تمام. طب انا اصلا شعري متاثر وعايز افرد وفرحي يقرب، ناس بتجيلنا ايوه انا فرحي اهو بس انا عندي تساقط وشعري مجعد، افردي عادي وخدي مجموعه التساقط وابداي عالجي شعرك وانت بالظبط فرده شعرك وتمتعي بيه، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. طب انا عايزه اعمل صبغه، ناس كتير بتقول لي استني دي اراء الناس، الناس مش عارفه اشكركم ازاي بجد، مجموعه الفرد ما كنتش متخيله انها بالجمال ده، الحمد لله فرد من اول مره، والبنت اللي فردت لي شكرت لي جدا فيها، وريحه السيرم تحفه، واكيد مش اخر تعاون. الله اهي دي متهيألي فرحت جدا جدا. انا بفرح قوي والله بصراحه. خير، انا طبقت البروتين امبارح بصراحه حلو قوي قوي وريحته جميله جدا، ما كانش فيه دخنه خالص، انا غسلته من ساعه ونشف ونسبة الفرد حلوة جدا الحمد لله. الله انا عايز اقول لك الحمد لله والله بجد. دي صفحة كمان عشان الناس تدخل عليها، نصور يا جماعة بالموبايل ارقام التليفونات، ودي صفحتنا على فيسبوك اورجانيكا بيوتي. وانا عامله بقى عشان مناسبه ان انا طلعت معاكي، ما انا كنت انا هبتزك دلوقتي بس انت جبتيها من نفسي. انا لا انا قلت من نفسي كده اعترف بسرعه. الصفحه اتفضلي عامله خصم ليكي مخصوص، كام اللي هيقول انا جاي من برنامج بنت البلد نشوى بنت البلد هعمل له خصم 50%. 50%؟ خمسين 50% لمدة قد ايه عشان برضه يومين ثلاثة؟ يومين ثلاثة ماشي، خليها اسبوع بقى عشان خاطري. اسبوع كتير بس عشان خاطري اسبوع. لا انت قلتي ده انت خاطري من النهارده، من السبت النهارده ليوم الجمعه الجايه، من السبت غير للجمعه اللي جايه عندكم خصم 50% على كل خدمات المركز كمان، على كل حاجه، كل خدمات المركز. طب كمان صوروا بسرعه الرقم، لان في عندنا بسرعة كمان عشان في خدمات ثانيه عبقريه، تنظيف بشره، شد الوجه بالهايبر، 50% على دول كمان كتير، كل حاجه. دكتور انا بشكرك جدا جدا ومتضايقه ان الوقت خلص، يعني معاكي تاني. انا بحبك قوي. لا والله العظيم انا بحبك جدا وعايزه اجيلك والله العظيم، انا عايزه انبسط. انا مستنياك خلاص والله، انا مستنياك. اشكرك جدا. شفتي انا لاخر الحلقه مفيش احمرار مفيش حاجه، لاخر الحلقه اهو بروتين ما فيهوش ريحه ولا اي حاجه. شكرا يا دكتور، بشكرك حبيبتي جدا. 50% خصم، نصور بسرعه يلا صوروا. للاسف الحلقه خلصت، استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. سلام عليكم.